طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول أهم المهارات في الأسبوع الأول من شهر أيلول في مادة اللغة العربية. سنبدأ أحبائي بالتعرف على المتعلمين من خلال أنشطة تفاعلية، بحيث يعبر كل متعلم عن نفسه، وذلك من خلال كسر الجمود داخل الغرفة الصفية، وذلك باتباع أساليب متعددة كاللعب أو الموسيقى، وذلك بجذب حواسكم أيها المتعلمون إلى الدروس المعطى، ومن خلال عرض اتفاقية صفية، بحيث يظهر كل من المتعلمون القواعد والقوانين التي يجب أن نلتزم بها داخل الغرفة الصفية وخارج الغرفة الصفية. ومن هنا سنبدأ بالتحدث عن أهم مهارات اللغة العربية، وهي مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة والتعبير. سنبدأ يا أحبائي بمهارة الاستماع. في هذا الأسبوع سنقوم بالاستماع إلى الدروس التي ترتبط مع وحدة البحث كيف ننظم أنفسنا. سنبدأ بدرس مدرستي ودرس أسرتي، اللذان يتحدثان عن المجتمع الصغير للخروج إلى المجتمع الكبير، ودور كل فرد من أفراد الأسرة في المجتمع الذي يسود حوله، وكيف يطور هذا المجتمع، وكيف الترابط بين أفراد الأسرة. وظيفة كل فرد من أفراد الأسرة يعمل على تنظيم المجتمع بحيث يوجد لنا مجتمع صالح. ثم سنبدأ بمهارة المحادثة التي سنعرض من خلالها صور، سنتحدث عنها باستخدام مفردات يتم وضعها داخل جمل مفيدة يعبر عنها الطلاب بلغتهم الخاصة، ومن ثم استخدام هذه المفردات بعد عرض هذه الصور التي تتعلق بالدرس. أيضا يا أحبائي سنقوم بعرض أهم مهارات لغوية ونحوية، نتعرف من خلالها على حروف اللغة العربية وأشكالها وأصواتها وموقعها في الكلمة. سنعرض أمثلة على هذه الحروف بكلمات ونقوم بتهجئتها وقراءتها. سنتدرب يا أحبائي على كتابة أسمائنا باستخدام حروف اللغة العربية. أيضا يا أحبائي سنتدرب على الكتابة من خلال كتابة المقاطع باستخدام حروف المد، وهي الألف والواو والياء، وكتابة كلمات ثلاثية، وسيتم التدرب عليها خلال الحصص الصفية، حيث سيتم تخصيص وقت إضافي للتدرب على التهجئة والقراءة والكتابة الإملائية. أيضا يا أحبائي سنقوم خلال هذا الأسبوع بالتدرب على التهجئة والقراءة والكتابة الإملائية، وسيكون لدينا تقييم على هذه الكتابة الإملائية بطريقة صحيحة وسليمة بعد التدرب عليها. أيضا سنتطرق إلى درس القراءة أسرتي، سنستمع إليه ومن ثم سنتحدث عنه واستخراج الكلمات والمفردات الجديدة والتعرف على معناها والتعرف على مرادفها وأضداد الكلمات، ووضع هذه الكلمات الجديدة في جمل مفيدة نستخدمها في التعبير عن حصص التعبير والمحادثة. أيضا هناك لدينا تقييم للقراءة، سنبدأ بالتهجئة وقراءة الكلمات من درس أسرتي والكلمات الثلاثية والرباعية. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح.
شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء، دمتم سالمين.